دعونا ننتقل إلى مشروع المستشارات داخل السلطات المحلية العربية التي يطالبنا بدمج المستشارات للنهوض بمكانة المرأة في لجان الطوارئ التي أقيمت خلال هذه الفترة من الحرب بين إسرائيل وحماس. نقول مساء الخير المحامية هديل عزام جلاجل مديرة مشروع المستشارات في إتاخ معك التي تنضم إلينا عبر تطبيق زوم. بداية هديل، ما هي أهمية وجود المستشارات في مثل هذه اللجان، لجان الطوارئ؟ أول إشي مساء الخير إلك وسيم ولجميع المشاهدات والمشاهدين. طبعاً دور المستشارات للنهوض في مكانة المرأة في السلطات المحلية بشكل عام والعربية تحديداً هو دور جداً مهم بشكل عام في كل الأوقات في كل فترات السنة، ولهيك هذا المنصب أو هاي الوظيفة هي وظيفة اللي نص عليها القانون من ضمن 9 مناصب اللي هي بسموها حيونية أو ضرورية مركزية، وهو دائما هاي الوظيفة دائما مهمة رغم تهميشها على مدار السنوات، ولكن هي جدا مهمة والأهمية تاعتها طبعا بتزيد وبتأخذ منحة آخر في حالات الطوارئ، بحكم أنه في حالات الطوارئ الاحتياجات بتصير مختلفة أكثر، بتصير ملحة أكثر. النساء تحديدا بيكون عندهم احتياجات خاصة أو تحديات خاصة اللي بحاجة أنها توصل لطاولة صنع القرار وللسياسات اللي توضع داخل السلطة المحلية ولخدمات الطوارئ. والسؤال هدي، لماذا برأيك تم استثناء المستشارات في هذه اللجان، لجان الطوارئ، خاصة إذا تحدثنا طبعا عن البلدات والقرى والمجالس العربية؟ أول إشي بطبيعة الحال مهم إنه نوضح إنه إحنا منعممش، يعني هذه مش ظاهرة اللي هي تنطبق على جميع المجالس والسلطات المحلية، إنما البعض منها أو الأغلبية عشان نكون واضحين أكثر. الأغلبية فعلا بتهمش هاي الوظيفة وبتستثنيها من مواقع صنع القرار ومن لجان الطوارئ حاليا، ومش بس في المجتمع العربي إنما أيضا في المجتمع اليهودي، يعني هذا الأمر هو ظاهرة شائعة في كل الحكم المحلي. ولكن إحنا في مشروع المستشار تحديدا بنشتغل مع السلطات المحليه العربيه. الان لسؤالك، ليش بيتم استثناء المستشارات؟ في عده اسباب. واحد، انه الوظيفه ما اخذت المكان اللي تستحقها على مدار سنوات، ولانه ما فيش زي بحكم ما فيش اب وام لهي الوظيفه، يعني ما فيش اليوم وزاره اللي بتيجي بتقول هاي الوظيفه انا مثلا بدي اجي امول هاي الوظيفه، او بتيجي وزاره تسائل المجالس ليش المستشاره مش موجوده في لجان الطوارئ او اصلا في السلطه المحليه. في اليوم كثير سلطات محليه اللي او فيهاش مستشاره مش معينه، رغم انه في فرض حسب القانون واجب تعيين المستشاره، او في اللي معينينها بس بشكل غير قانوني، او معينينها بشكل اللي هو شكل زينه بدون اي صلاحيات بدون اي ميزانيات، وهذا الفراغ جاي يعبي مشروع المستشارات من انه يتابع هاي المسائل قضائيا كمان، ويتابعها كمان في مرافقه المستشارات، تزويدهم بادوات واعطاء الوظيفه. عديل، سؤال اخير، ماذا يمكن ان تضيف هذه او هذه المستشارات النهوض بمكانة المرأة في حال وجودها في لجان طوارئ من هذا القبيل برأيك؟ يعني وسيم، أنا عشان حاسة إن الوقت مقتضب رح أعطي مثالين وأوضح الصورة بشكل عام. بشكل عام وظيفة المستشارة حوالين طاولة صنع القرار هي إنه تجيب احتياجات النساء وتجيب مصالح النساء وتفحص القرارات أو الميزانية أو خطة العمل إلى أي مدى بتخدم النساء وأيضا الفئات المستضعفة والمهمشة الأخرى. وهذا طبعا بتزيد أهميته لما بنحكي على تمثيل نسائي ضئيل جدا في سلطاتنا المحلية العربية، يعني لا يتجاوز 2%، فمين بده يجيب صوت النساء لهاي الأماكن؟ بالنسبة للطوارئ تحديدا، إحنا بنعرف مثلا أنه في طرود غذائية توزعت على عائلات اللي دخلت لحالة أنه بحاجة لمساعدة ولمعونات. هاي الطرود مثلا لا تحتوي احتياجات خاصة في النساء مثلا،
للنساء إذا نحكي على اللي تم إخلاءهن من مناطق سكنهن، أو مثلا النساء اللي تم إخلاءهن موجودين في أوتيلات أو في أماكن عامة أو بعرفش إيش، هاي النساء بحال احتدمت الحرب، في منهن النساء حوامل، في منهن النساء عاجزة، في منهن النساء مع إعاقة، مش كل المساحات الآمنة ملائمة لهاي النساء. فالمستشارة بتجيب هذا الصوت، بتجيب شو؟ بتجيب الأشياء اللي متخذ القرار مرات ممكن يغفل عنها لكونه مش ملم في هاي القضية. فلهيك هون دور المستشارة، ولهيك مهم، ولهيك توجهنا لجميع السلطات المحلية العربية في طلب ضم المستشارة للجان الطوارئ، وإن شاء الله ما منحتاج، يعني إن شاء الله هاي الأزمة بتخلص بسرعة وعن جد ما منكون بحاجة، بس دائما مهم إنه ينعطى الدور للمستشارة في حالات الطوارئ وعموما. إذن كما تقول هديل، طبعا يجب إدخال وإسماع صوت المستشارات للنهوض بمكانة المرأة من خلال طبعا لجان الطوارئ.